نشاط. ودز عليه قال له تعال ادرس لي احوال العراق، وقال له الميزانيه مفتوحه لك روح ادرس ليها. وراح سنه سنتين ثلاثه، السنه الرابعه عبد الملك قاعد يتغدى دخل عليه الحاجب قال له فلان يقول انا مرسول عبد الملك بن مروان وقد بعثني. قال له ايه خلي يدخل او جيب له وياه السياف يجي. قال له وين كنت وين انت؟ صار لك 4 سنين وصارف لك 1000 درهم زين من خزينة الدولة، لا تقرير لا وصية لا خبر. قال له هن كلمتين اسولف الكيان واخذ راسي. قال له قول. قال له بقيت في العراق كذا 3 سنوات ونصف اصعد الى شمال العراق ادرس احوالهم وعاداتهم وتقاليدهم وامورهم وطبايحهم وانزيل السلسل اوصل الى جنوبه النوب اصعد اريد اشيك حتى اجيب لك الخبر المضبوط. اصعد القى عاداتهم وتقاليدهم وتفكيرهم مختلف ونفوسهم مختلفة. ظليت صاعد نازل هل 3 سنين ونص طلعت بنتيجة. اجيت الى مصر ب4 اشهر خطتها لمصر كلها عرفتها، اجيت للشام خطتها بشهرين افتهمتها. قال له سولف ملخص. قال له اما اهل الشام اعطهم الاموال يعبدونك من دون الله، اعطيهم فلوس يعبدوك من دون الله. قال له قال له واما اهل مصر فانهم يعبدون ملكهم من دون الله اذا كان عادل. قال له قال له واما اهل العراق فانهم يثورون على الحق والباطل. قال له ان افتهم على الباطل واحد يثور صحيح، على الحق ليش يثورون؟ قال له هو هذا بيت القصيد هذا ما افتهمته 3 سنين ونص انا ما افتهمت، على الحق ثائرين على الباطل ثائرين. معاوية شو يقول لليزيد؟ يقول له بني أهل العراق باوحهم إذا يردون يستبدلون يومية والي استبدل، ليش؟ أحسن مما أن يشهر عليك 100,000 سيف. ذولة تركيبة خاصة طينتهم الله خالق طينتهم تختلف عن طينة بقية البشر. هذا هيك معناه.